عرفت انك لكم ذكريات مع الفنانة صباح من ايام الوالد، بقى شو فيك تخبرنا عن هالاساس؟ انا شو بدي احكي شو ما احكي، انا بكون عم بحكي قليل عن الست صباح. انا بدي احكي لك شو، انا كان عمري 7 سنين، كنا نحن بجاليري غندور. جاليري غندور يعني عن نورماندي، منطقه النورماندي. كنت عمري 7 سنين، كنت لما اشوف فيه عجقه اقول شو فيه شو فيه، يقولوا لي اجت الست صباح. اطلع انا هيك صغير واقف بين هالعالم، مين بدي خبرك شو بدي خبرك؟ هو الكرم اللي كان موجود عندها مش كرم بس مادي، كرم بضحكتها، كرم باخلاقها، كرم باغانيها. يعني شو بدي خبرك عنها؟ هي كانت تجي على السانتر، تزور السانتر، تبقى تطلع هي تعمل ثيابها عند محل اسمه شانتال. وبتعرف بهداك الوقت اطلع انا صير بدي اشوف انه مني هاللعبه اللي جاي عنا هالبنايه، بتعرفي ولد عمري 7 سنين، فتطلع تنقم من اجمل ما يكون، من اجمل ما يكون، من الالوان، من الفساتين، على ضحك، على مزحيه، والكل تحب الكل. ما دائما نحن بس بنقول الست صباح بكرمها، يفتكروا العالم انه بس كرم مادي، هي كرم المادي هيدي اكيد منها، نحن والست صباح مش مختلفين عليها الله يرحمها، بس من الاخلاق، من هالضحكه الحلوه. كنت تفول عند تفوت عند الشانتال، حس حالي انا اقول بدي اشوف هاللعبه، مين عم مين هالعالم اللي عم شو عم يعملوا للست صباح. بس اطلع هيك لقي هالالوان الحلوه عم تركب، هالجمال، هالاخلاق. ورح خبركم كمان سالفه عنها، كانت تصال هي لهونيك، كانت تقول ابعثوا لي من عند ام اندري فول. كانت ام اندري كمان. ايه طبعا كانت ام اندري، نعم. كانت تقول ابعثوا لي من عند ام اندري فول والحمص والبليلة وشاي ولموناتا. لوين تبعتون؟ تبع هي قاعده عند الشانتال. اوكي، كان في يومتها كان في الشانتال، وكان في الحلاق اسمه الي كمان. يعني صوت كان كثير كبير. بس بدي خبرك كمان عن سقفه معها، بحب ذكرك فيها كمان. في نهار اجت هي وبنتها هويدا. شو بدي خبرك هيدا النهار؟ هيدا النهار كان عالمي، ما حدا بيعرفه هيدا النهار، قد ما كان نهار فظيع كان ببيروت. لما انطلت هي وبنتها هويدا، يعني شو بدي خبرك؟ ما بقي حدا من اللي عرف انه صباح بالبنايه الا ما اجا. وبحب اقول لك انه صباح زهره لهلا ولا بعد 100 سنه ولا 200 ولا 300، زهره ما بتتكرر. واللي غنت قمت نلعب باصره والشاطر ياخذ باصره، رجعت غنت لي بكره بتشرق شمس العيد وساعات ساعات، انسانه فظيعه. وشو ما احكي عنها انا قليل، ورجعنا شوي افترقنا بايام الحرب، ورجعت تلقيت فيها بايام المكلس ببيروت عيد المكلس، وتذكرنا الماضي وقعدنا حكينا فيه. والله يعني شو بدي اقول لك، شو حكيتوا؟ يعني حكينا انه عن الماضي قد كان حلو هداك الايام، كيف كانت العالم كانت تحب بعضها، كيف كان في صدق بالمعامله، كان في اخلاق، كان في احترام للشخص. بس صدقيني ولا مرة ولا مرة شفتها للست صباح إلا تحكي على تمها، ولا مرة شفتها إلا هي مبسوطة وتحكي على تمها، وبتحترم من الصغير للكبير اللي هلأ نحنا مفتقدينه من كل العالم، حتى من المطربين. يعني مثل ما بقولوا بنحترم الكل، بس ما يعني ما بتلاقي إنه ما بيجيبوا هن الربع اللي كانت تجيبه الست صباح، بتلاقيهم اليوم أخدين بوز وأخدين على العالم. صدقيني ما كنتش اعرف انا بهالطريقه، الا الصغير والكبير كان يحبها، يركضوا يبوسوها، يركض الله يرحمه بيي كان يحبها كثير بيي، لانه بتذكره بتعرفي بهذيك الايام قبل الحرب، قبل الحرب كان بتذكره باشياء كثير حلوه، لانه يعني انت عم بحكيكي انا بوضع كان وقتها لبنان، كان سويسرا بوقتها، كان سويسرا ننطر الست صباح هويدا. وبوقتها كمان بدي خص بالذكر كمان كانت تجي الست جورجينا كمان، كانوا عالم غير شكل كثير كبار. ويعني شو بدي اقول لك، شو بعد فيني احكي غير عن الست صباح؟ اقول لك بكل شيء ما عرفتها الا بالمنيح انا. وبدي بدي اشكر، يعني بدي اقول لك شغله، بدي ابعث اول شيء تحياتي واقول لكم انتم بالذات لقرايبين صباح، بلكم اياكم كانتوا تقربوا لصباح عن جد. هيدي الفترة اللي تعرفت عليها كان عمرك 7 سنين تقريبا، اي سنة؟ بالستينات؟
خمسينات تقلك شو لقلك شو هدي كانت قبل الحرب بشي بشي سنة ونص قبل الحرب بسنة ونص السبعينات يعني بداية السبعينات ايه بالسبعينات يعني ايام الخير والبركة يعني ايه. كانت تعرفي تطلع كنت ما كان في سيارات كتير هداك الوقت كانت العالم قلت لك تركض بتذكر انا لما هذا بس بحب بقولها بدي ارجع اقولها كنت ما اشوف غير العشر ليرات عم من ايد الست صباح عم تتوزع على العالم بشمال ويمين وشغله ما بنساها كل العمر لانه هيدي الاوقات الحلوه قلت لك ومشيتها هي وبنتها كانت عزيزه على بيروت لانه هي كانت مضوايه بس بحب اطلب شغله كمان نحن هون بدولتنا نحن دائما بنكرم البني ادم بس يبقى يروح لازم نكرمه هو طيب لانه هيدي الحالات ست صباح استاذ وديع الصافي الموسيقار ملحم بركات هودي نحن ما بدي انسى حدا بس هودي نحن ما لازم ننسيهم لانه هودي فضلهم كبير على البلد وغنوا الاغاني الوطنيه الاغاني الحب اغاني الغزل ما خلوا شيء ما غنوه لبنان يا لبنان دخلت رابك مين بدك اياه شو احلى غنيه بتحبها لصباح؟ انا؟ ايه انا بحب لما بتقول بكره بتشرق شمس الحياه هيدي احلى غنيه وبحبت لها غنيه كثير حلوه كمان هيديك كثير بتاثر فيي لما بتقول يا مسافر وقف على الدرب هيدي من الاغاني الحلوه كثير حزينه ايه كثير كلاسيكيه وبحب اقول لك كمان عندها غنيه كمان اسمها صدفني كحيل العين هيدي غنية جننت العالم بمصر جننتهم حضرت لها كل مسرحياتها ايه طبعا كيف لك كان حضرت لها مسرحياتها بالكازينو ايه خبرني شوي كيف كانت الاجواء وقتها ايه شو بدي خبرك كان في هاي سنة 77 ايه كان في عندها غنية كان في عندها موسم شتي موسم شتي وكان في مرة حضر لها انا الغنية اللي بتقول فيها المجوز الله يزيده ايه واللي بده يتجوز يقف ويرفع ايده وتلاقي العالم كلها هبت من هذا يعني كانت قلت لي شغله كبيره وكان في كمان بالغنية بموسم شتي كمان صاروا ينزلوا شتي ايه صاروا كانت كثير كبيره المسرحيه وكانت حلوه كثير وما عدنا حضرنا مسرحيات بهالجمال يعني الحلو يعني اكيد اوكي تحب شي كلمه تقولها بعدك؟ لا بدي اقول لهم بس انه انتبهوا على العالم الموجودة هي وأحقية وطيبة ما تنطروها لما بتموت وبتكون تكرموها من بعد ما ماتها كرموا للإنسان هو طيب لأنه هو بيجي مرة على هالحياة وهي الفوضى اللي خبرتكم عنهم أنا 100 و200 و300 و400 و500 سنة هودي خلصوا العالم صبوحة تكرمت كثير بس على ايامها بس مش لازم تتكرم اكثر كانت ايه اكثر من هيك ما عندهم ثقافة الفن ايه لانه ما عندهم لانه نحن بكرمونا برا بيحترمونا اكثر من نحن بنحترم حالنا هون قليلي صباح شو مصر شو عملت بمصر قليلي من طلعت على الاردن جننت العالم بالاردن كل الدول العربية هي كانت كلها بس ايه اكيد يعني بس انه الجزائر المغرب عم خص الذكر اكيد هيك اللي عملته ما حدا عمله اكيد طبعا طيب يعطيك العافية الله يعافيك يا حبيبتي